يعني اكيد كلام مهم جدا من دكتور طه اسماعيل رئيس لجنه التخطيط بالنادي الاهلي، واللي اعتقد ان هو رد بشكل كبير جدا على كثير من التساؤلات اللي قد تشغل بعض من الجماهير الاهلاويه. بالتالي كل الدعم والمسانده للجهاز الفني الجديد، للاعبين باذن الله ان شاء الله قادرين على تحقيق كل الاحلام والطموحات اللي بتخص الجماهير الاهلاويه. كأهلوية احنا بنبقى عايزين ايه؟ عايزين النادي الاهلي يكسب، عايزين النادي الاهلي ياخد بطولات، كل البطولات. طبعا الكرة فيها مكسب وخسارة، ده شيء مفهوم جدا، لكن في نفس الوقت دايما الجمهور الاهلاوي نفسه يشوف الاداء الكويس، الكرة الحلوة، والنتائج بالتالي اللي تكون جيدة، واللي تحقق كل الاهداف، واللي تجيب لك البطولات اللي انت عايزها. فان شاء الله كل هذه الامور هنلاقيها باذن الله، باذن الله مع مستر فايلر، مع اللاعبين المتواجدين في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي بيمتلك قائمه رائعه جدا من اللاعبين، بقى لنا سنين ما عندناش القائمه المميزه دي بصراحه. يعني كل ده مش هيحصل غير بالجمهور الاهلاوي، غير بدعم الاهلاويه اللي بيحبوا النادي ايا كانت الاراء ايه، لكن دورك انت كاهلاوي، انت اللي هتنجح، انت اللي هتجيب البطولات. ايوه انت كاهلاوي، لان الناس دي لوحدها مش هتجيب حاجه، مدير فني لوحده مش هيعمل حاجه، اللاعبين لوحدهم مش هيعملوا حاجه، المسانده والدعم من الجماهير هي الاساس. ما بالك لما تكون جماهير بحجم وقيمه وعظمه الجمهور الاهلاوي. فبالتالي المسانده والدعم باذن الله الفتره الجايه هتكون مطلوبه، عشان المصلحه في الاخر ايه؟ المصلحه بتتمثل في حصول النادي الاهلي على مختلف البطولات، واهمهم بصراحه لو حشتنا قوي بطوله دوري ابطال افريقيا. متفائلين، مساندين، داعمين للنادي الاهلي ككل، مجلس اداره، جهاز فني، لاعبين، ان شاء الله الاحلام كلها تتحقق خلال الفتره القادمه. عايز اتطرق لموضوع كابتن محمد يوسف والكابتن طارق سلمان، وكلام مهم جدا من دكتور طه اسماعيل عن الاسمين دول، واللي في الحقيقه ما بيبخلوش في اي لحظه من اللحظات باي جهد واي عرق في سبيل مساعده الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي في اي مكان بيطلب منهم ان هم يكونوا متواجدين فيه. كابتن محمد يوسف ادى دوره على اكمل وجه، كابتن طارق سليمان ادى دوره على اكمل وجه، هيفضلوا كادرين اهلاويين وعاشقين للنادي الاهلي، والدليل ان هم متواجدين وقت ما النادي الاهلي بيقول لهم تعالوا في اي مكان بيكونوا متواجدين. فكل التحيه والتقدير ليهم، احنا حييناهم امبارح وهنحييهم تاني النهارده. هم النهارده طبعا متواجدين في اخر تدريب ليهم مع الفريق، ومن بكره ان شاء الله مستر فايلر هيكون موجود، هيوصل النهارده في ساعه متاخره بالليل، وبكره الصبح المؤتمر الصحفي، والساعه 5 او 6 بالتحديد هيكون مرانه الاول مع النادي الاهلي في اطار الاستعداد للتحديات الكتيره جدا المقبله اللي احنا كلنا مستنيينها، وعندنا شغف كبير جدا نشوف النادي الاهلي وهو بيلعب ان هو بيحقق البطولات. فهتبقى بدايه الاستعدادات دي، خصوصا مباراه الذهاب والاياب لفريق كانو سبورت من غينيا الاستوائيه. اول مباراه هتكون خارج مصر هناك في غينيا الاستوائيه يوم 14، مباراه الاياب هتكون يوم 27 28 او 29. فبالتالي نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في كل التحديات المقبله. بكره المدير الفني هيجي يبص على غرف الملابس عفوا، يتعرف على اللاعبين بشكل اكبر، واكيد هيكون ليه دراسه من خلال الفيديو وبعض المباريات الوديه اللي ممكن تكون موجوده، ومؤكد هتكون موجوده قبل مباراتي فريق كانو سبورت من غينيا الاستوائيه. نتمنى كل التوفيق للجهاز الفني الجديد وللاعبين، وان شاء الله في انتظار البطولات باذن الله كالعاده من قبل النادي الاهلي. عندنا كلام كتير واخبار كتير عن النادي الاهلي كالعاده، سواء في الصحف او في المواقع. هنتكلم عن هذه الاخبار بس نروح لفاصل الاول، وبعد فاصل نرجع. يلا بينا.